صباح الخير يا فندم. ايه يا ابني عايز ايه انت؟ مرزوق ابو الحسن يا فندم، مرزوق ابو الحسن. انا يعني الحقيقه تلميذ سعادتك يا فندم، تلميذ سعادتك. انا بتردد على المكتب الاستشاري بتاع سعادتك من كذا شهر، وبعدين سعادتك من كام يوم يعني تعطفت وتكرمت عليا وكلفتني بالموازنه دي يا فندم. اتفضل. ايوه يا ابني افتكرتك. عملتها كويس؟ سعادتك هتشوف بقى شغل تلامذتك يا فندم. طب فوت عليا بكره الساعة 4، لا النهارده الساعة 4 في المكتب عندي الاستشاري. طب هو يعني بالنسبة للكلية هنا يا فندم، هو سعادتك زي ما أنت عارف يعني أنا واخد ماجستير في آليات السوق وطالع الأول على دفعتي بتقدير جيد جدا يا فندم، مع مرتبة الشرف. أيوه عارف عارف، بس حكاية تعيينك معي دي لسه بدري عليها، لما أشوف شغلك الأول عندي في المكتب. هو يا فندم ما يصحش يعني بقى واخد ماجستير في آليات السوق يا فندم وتلبيس ساعتك وبعدين هشتغل يا فندم شغل قطاع هنا وهناك. حضرتك لو عرفت انا بشتغل يا فندم هتزعل قوي. انا شغال كاتب في فورد يا فندم والله. ايوه يا ابني البلد مليانه بطاله، العالم يا ابني كله فيه بطاله، امريكا نفسها فيها بطاله. انت ايه حكايتك؟ ما بتقراش ابحاثي ولا ايه؟ لا ازاي يا فندم؟ بقرا يا فندم بقرا. امال في ايه؟ امرك يا فندم. المعيد بتاعي واقف جنب المدرج، خليه يدخل يلقي المحاضره على ابناء الطلبه، يملها لهم. تحت امرك يا فندم. ولو سعادتك بس تقول لي ايه هي المحاضره يا فندم؟ وانا اخش على ابنائك طلبه احفظها لهم يا فندم، تبقى ميه يا فندم والله. لا ده انت مستعجل قوي على التعيين. لا انت باين عليك طماع يا زقزوق. مرزوق يا فندم مرزوق. والله زقزوق احلى. ما انت مرزوق ومش مرزوق. ما تجرب زقزوق يمكن ربنا يرزقك. انت كده خدت وقتك خلاص، اتفضل مع السلامه. شكلك مش هتحلها يا ابو الحديد. كده لازم افوت على سيد الجيني في الكورنال، يمكن الحل يجي من عنده. ايه يا ابني انت لسه واقف؟ خلاص اتفضل مع السلامه، انا مش فاضي لك.